لمست رايك في محله يعني ضربتها في مقتل يا ابو عبد العزيز، شعور المريض واهل المريض بالطمانينه انه يلقى الرعايه المثاليه، هذا شعور عامل مهم. يعني انا لما فعلنا العيادات عن بعد مع مستشفى الرس، بدينا ما كنا نشوف بس اشعه وتقارير طبيه، نشوف حتى المريض، فابو المريض وامه موجودين والطفل موجود، نشوفه يمشي اول شيء ونقول يسوون بعض الفحص الاطباء، ثم انا اتكلم مع مستوى مقبول او ممتاز، خلينا نقول الاطفال المنطقه بتكلفه متدنيه وبجهود اقل، هذا هو الهدف الاسمى يعني من يعني مشروع يعني ما هو بذاك الضخامه لكن جدا ضخم، كونه يعني فئه يعني فئه الاطفال. نعم. وهم زي ما يعني أطفال هم رجال المستقبل، ما في شك. فلما يكون عندك نسبة عالية من الأطفال كلهم معهم خلع ولادي ولا يتهيأ لهم فرص العلاج، حتخلق يعني ذوي احتياجات خاصة. صحيح. في المنطقة. نعم. فهذه برضو حتأثر على الأطفال وعلى مستقبلهم. وجاهزين بأي تجهيز يحتاجه التخصصي من خدمات تكون تواكب مستشفى التخصصي، و التعاون بين المستشفيين او المستشفى التخصصي هو اضافه للمستشفى عندنا، يعني ما راح يعني راح يمتد الخدمات اخرى. نعم. فبدايه خلع الولاده وبعدين ان شاء الله نطور بعض الاقسام. ليه؟ لانه احنا زي ما قلت لك مرضانا يعانون من عدم القبول، عدم نعم. القبول والانتظار. احيانا يعني المتفرج ما هو زي المجرب. أحيانا تصير لك المشكلة ذي تحس معاناة الناس فعلا حقيقية. نعم. لأنك أنت جربتها. نعم. يعني أنا كان وقتها ممكن أروح لأي مكان في العالم يكون نعم. فيها علاج، أي وين ما يكون. نعم. أو أمشي به. نعم. الحمد لله يعني ما دام الخدمات موجودة وبالمملكة وفي استطاعة أنها تمتد للأماكن الطرفية، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب جدا. الجميل في هذا المشروع انه ممكن الاطباء بعد العمليات المتعدده اللي تصير في المستشفى هنا يعني بعد سنه فتره معينه من الزمن يكون باستطاعتهم ان شاء الله انهم هم يجوا في نفس المكان باذن الله. ممتاز. يعني بعد عدد كبير من العمليات اجراءات نعم. كذا نعم. ممكن يستطيع الانسان الاخير انه يأهل الاطباء الموجودين في المكان نفسه. الافضل من هذا انه حيصير لكم شيء جميل جدا انه بعد العمليه هذه تقريبا 10 زيارات يحتاج الطفل، هو مخلوق ومجبس انه يروح للرياض 10 مرات خلال فترة العلاج، فبالتالي هذه كلها حتصير في المستشفى عندك في ما يحتاج. ممتاز. حتصير كلها يعملوها باذن الله ان شاء الله. واهالي الاطفال يمكن تعرف ما يحبون يجون الرياض. لا ما معاناة شديدة. معاناة شديدة. وعلى بال ما يبنون سكن وعلى بال ما يرتبون حجهم مساكين، معاناة معاناة معاناة. فاذا كان وعي انا شوف ما اشكك في قدرات اطباء النظام الموجودين في اي منطقه في المملكه. نعم احنا ممكن اول شيء التنويم دكتور احمد. كم نعم كم عدد الاسره المتاحه لجراحه العظام؟ يعني احنا في كل زياره جراحيه كم نستطيع نستوعب من اطفال في جناح؟ اطفال في نسوي حد سبعه. سبعه هذا سبعه عاملين. جميل. الجراحه حتكون جراحته واحد ولا جراحه طويله؟ لا جراحه طويله تعرف الاوبن هاب ريدكشن. الكلوز ريدكشن ممكن ناخذ حالات جراحه يوم واحد اذا احنا نبغى نتكلم مثلا او نسوي مع بعض الكلوز ريدكشن عشان ويفيد يعني زي ما تقول نتشارك قراراتنا مع بعض لانه في اشكاليات وفي ابديت كثير على مساله الكلوز ريدكشن في الهيب ديسبليز. 30 حاله في الطفل. 30 حاله. في شهر الكونسيشن ما هي يعني ما تغتبي ان شاء الله. جراحه من الاربع شهور للسنه احنا ما نعرفش. نعم. في هيب بلايز في هيب سبايكر في اي شيء. جميل. ما بشيء فيل. أو شيء مثل اللي قلت عن الحمل. ممتاز ممتاز جدا. هذه الفكرة الأساسية. ممتاز جدا، إذا أنا والله تحمست جدا دكتور أحمد. والله تشرف. أنا ما يعني ما تصورت أن الوضع بالطريقة هذه. لا ممتاز والله من الناحية الفنية ممتاز. نعم. أنت عم تشوف يعني شوف يعني بليس شو نعم. ما تتأمل لك أما الطريق موجود، الكيوات موجود، يعني أنت منتشر لك كيوات. هذا هو نعم صحيح. 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 يعني إذا احتجنا حاجة يعني كان الهب زي ما تقول اكسبشنال هيب فيه ريزيدوال ستابيليتي بعد البلوكسيتومي كبيره ممكن نحط كي واي وكل اذا موجود كي واي موجوده يعني سمول فراكشن كلها كي واي بس اي بالضبط هذه هي نعم والفيبرال ستيوتومي حتى
يعني احنا تعرف هي تاخذ تقريبا حوالي 30 دقيقه زياده في العمليه ما بين او اوبننج وكلوزنج الوند. وتنسقتنا مع الاستاذ محمد مثلا اول زياره نعمل لنا 4 حالات 5 حالات وشوفك تعمل كم حاله بيدي. والله انا حريص دكتور احمد زي ما قلت لك انا حريصني اشوف الامور مثل ما هي والله لان الناس يعني ساعات بالانتظار. نعم واعطوني تسال وين الدكتور وين الدكتور؟ عساك احنا ان شاء الله انا قلت لك الشهر الماضي. نعم واعطينا اسبوعين الدكتور جاي الشهر الماضي والحين جاي الشهر وقال ما راح نشوفه. والله شوي ان شاء الله خير. ريسبشن يعني ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله وجهك خير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نحن الحلقه تقدر تستفيد منك الله يكرمك يا دكتور احمد. انتم تقدمون خدمه عظيمه يعني انا كنت اقول للاستاذ محمد انه اطباء العظام في المناطق الطرفيه الترومه ما هي مخليتهم يفكروا اصلا. والله تسعفك ما شاء الله. اي بس يفهم بس الدي دي اتش احلى من التنتين. نعم كميه كبيره. لا اله الا الله يعني ان شاء الله صار لي 13 سنه صرت معك حوالي 3000 حق دي اتش يعني لو قالوا اطباء بيبر يعني شيء مهول صاير كبير شيء مهول جدا. ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير نتشارك احنا خبراتنا مع بعض. والمرضى اهم شيء طبعا احنا على قولتهم دكتور احمد البرايم اوبجكت الهدف الاسمى بالنسبه لنا عنايه افضل من الاطفال. نعم والله بجهد اقل على الاهل. والله نعم والله انا لما اشوفهم تعرف والله هذه يعني بغض النظر عن وظيفه الانسان وماجور عليهم هذه يعني دكتور احمد شوف شوف نحن جاهزين كل الحياه هذا البرنامج كله بعد الله سبحانه وتعالى جد انا جاهز لانه انت يا دكتور احمد شوف انا اسوي العمليات واروح ما ادري عن حاجه انت اللي راح تحمل مسؤوليات كثير الله يكتب ان شاء الله ما في مشكله. نعم وانت اللي راح تتعب كثير انت الحين تروم مدوشتك والله تروم نعم ها وبيزيد عليك حمل ثاني لكن ان شاء الله انا اسال الله ان يهدي عليها ان شاء الله في ميزان والله كان في بطول بدك تحاول تتعرف عليه بس اللي بيعمل معك ما في اشكاليه. انا شفت الدكتور مصطفى تقابلت معاه في الجول والدكتور مصطفى يعني لو جيت انا لوحدي ممكن انا معي اطباء زملاء واطباء مقيمين يبغون يتدربوا كمان يعني لكن لو جيت لوحدي اتوقع الدكتور مصطفى متحمس جدا للدي دي اتش. والله كله متحمس. نعم. كله قاعد يتعلم يعني عندي فريق ما شاء الله كويس. ممتاز. ممتاز. اخصائي مقيمين. نعم. البركه فيك يا دكتور. حياك الله. شو وقت احنا جالسين؟ خلاص اذا انا بالنسبه لي الان بري اوبرتيف معاك والكلام اللي قلته انه 7 حالات خلاص بالنسبه لي ما احتاج اشوف الاجنحه ولا احتاج اشوف حالي. نروح للعمليه. فاحنا نتكلم عن اطفال تقريبا يا دكتور محمود ما بين سنه ونص الى سنتين ونص تقريبا. العمليه تقريبا مدتها تاخذ حوالي من ممكن ساعه ونص ساعتين بالكامل مع الجبس مع التخدير. اه يعني حاجه حق لهم مخصوص. ايوه الدكتور احمد سيف راح يتكرم يستضيف المرضى يجهزهم للعمليات. تمام فاحنا نجي على الجراحه مباشره. تمام اليوم الاول مثلا اذا احنا بنحط لنا كهدف للزيارات كل يومين جراحيه. اليوم الاول 3 حالات واليوم الثاني 3 حالات، هل ممكن استيعاب رقم مثل هذا؟ طيب يا راح يكون حجمه يبتدي مثلا حجمه بحالتين نعم يعني مثلا على مدار يومين حالتين وحالتين نعم ونشوف الامور هتمشي ازاي كبدايه. نعم انا وافق معك كبدايه. نعم نحط له حالتين نعم حالتين في اليوم. نعم تمام ونشوف ان شاء الله الامور ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. نعم 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 نعم
Let's say we have three cases. All right. Mm-hmm. I did now the first case with the first set. Yeah. All right. The moment I finish from it, I will send it to you before closing. Okay. No problem. Okay. Then the next case I will do with the other set. Yeah. The second set. Then that one will be ready. Jimmy, I have a lecture. We'll design for post casting. نتناقش إحنا ونشارك إن شاء الله في العرافية. بس المشكلة تعرف الناس هنا يعني ناس. So this is a sharp receiver. Martin, okay. Martin, open the door, Martin. Open the door. هذه ممتازة. هذه كل ال. هذه ممتازة. عندنا منها تقريباً 200. السايز حقتها ممتاز. Is there a curved ones؟ في واحد. ده هذه سريج كلها. This is the old set. Old set. هذه ممتازة. This is a beautiful. Open the old set. شو أصلا من 5 set 3.5. حفرجي إمكانياتنا وشوفوا المواقف. هذه. This is good. Or have homens, ممتاز. Perfect. هاي البلايتس. Perfect. They're with soil. بس هذه ايوه. DCP. اللي هو المين DCP ده؟ ايوه. This is 3.5 سيستم. 3.5. 3.5 سيستم. يونيت. يس. ماشي. We'll open all the sets. Okay. هذا الاير هذا البتري راح تجيب بتري هذا الاير شوف شوف ولا هذا الكتريك شوف لا هذا البتري ها البتري ممتاز البتري انا السوق تبع الكيوات والنيرسينج عارفين له هاي شايف يلا ممتاز والله انا استاكر عندنا هنا بس تشتغل على كان زمان اي او بس كان تراجع شوي ركز راسه دكتور راسه كي واير راسه كي واير كل انا سعيد جدا بالزياره هذه لا احنا اسعد مره احنا لا في غيرها بعد لا هذه ما هي لا 3.5 نوت ذس وان يعني الطفل راح يكون سبايك ما يحتاج هاي يبدا في 3 فورز وهاي 4 فورز وهاي لا بس نص كل انطباعك انا اللي شفته والله شيء يفرح الحمد لله يعني خلينا نقول الاحساس كذا بالامان للاطفال احساس عالي جدا الان انه العمليات هذه راح تعمل باذن الله بالمستوى اللي يستحقه الاطفال من رعاية طبية
تتوافق مع المراكز الطبية المتقدمة بإذن الله، كل الأجهزة موجودة، والأهم من ذلك الأطباء اللي يعني فاتحين صدورهم للمرضى. يعني دكتور أحمد ما قصر، مستعد تماما انه يتابع المرضى ويعطيني فيهم ويستفيد فائده عندنا كمان. الله يكتب اجر فائده لنا المرضى. الله يجزيك. اجر ما هو بسيط، يعني معاناه الاطفال احنا تكلمنا فيها دكتور احمد، وشيء ما يخفى عليك ولا يخفى على الجميع، يعني في السفر والروحه والجايه بطفل عليه جبس كبير ومعاناه حاله الاطفال مش عارفين يقول. ايوه ايام زمان كانوا يقولوا حولنا، الحين قاعد ما تحولنا. صحيح. المفروض التحويل. صحيح صحيح. لا فيها مشقة، يعني فيها مشقة جامدة، وعدم الطيران ما هو آمن، يعني ما هو متوفر، ما في شيء، ما في شيء، الله يكرمنا جميعا بالضبط. والله تشكر أبوي، تشكرون أنتم والله، إحساسكم هذا. أنا أولادي اللي معي أشتغل معاهم هناك في الرس، قلت يعني ما هو الإحساس هذا اللي هو بالالتزام تجاه المريض؟ ما هو موجود عند الناس، يعني في ناس مجرد ما يكتب التحويل ما عاد يعرف المريض نهائيا. انا دكتور محمود كمان رايي وانا محل اعتبار، انه ما نبدا بقوه شديده، نبدا مثلا باربع حالات او يومين على حالتين باذن الله. انا متفائل جدا بموضوع شيء صراحه، وان شاء الله خير يعم ان شاء الله الناس اللي تجربه. الله يسلمك. الله ان شاء الله تكون مقدم الزيارات قادمه نستمر بعد الجهاز. ابو ياسر كل وقت برنامج ان شاء الله، برامج مش بنايه. ايوه معنا بشكل طبعا. الاوبينيون دكتور احمد بالنسبه للبدايات الاورثوبيديك جنرال، الباب مفتوح لكم على مستوعب اي حاجه تبغونها فور اوبينيون فور شيرنج، انا الباب مفتوح لكم تماما. يعني لما تجي تستخدم معك مكان، ايوه انا استخلصك انا عايز يعني اي حاجه في العياده something new، حاجه مثلا تبغون تسرعون قبولها في التخصصيه، احنا الباب مفتوح تماما. احنا ان شاء الله لما ارجع على الرياض على طول راح نحدد انا وعائلي عياده عن بعد مع انا وانت والدكتور احمد. طيب نستعرض حالات الدي دي اتش موجوده 30 هذه موجوده، وبعدين نكتب التشخيص والخطه العلاجيه حقتها ونحط جدول العمليات لها في عرب، بحيث انه في الغالب اذا احنا نتكلم على 30 نتكلم على مينيمم تقريبا يعني اذا قلنا على حوالي 10 ايام او 12 يوم جراحي. فممكن تكون الزيارات الزياره الاولى يومين ثم نحاول نمدها لثلاث ايام اربع ايام. وحتكون قابل للزياده 30 يا رش 30 منتظر، ما حتخف، ما حتكون بعد الضخامة، يعني هالثلاثين هاي تراكم. نعم. هي إنه في الأول بس نشتغل بالدكتور خمس أيام جراحية حيخف الكم. إحنا نشوف، أنا حتى يمكن دكتور أحمد إذا شفت إن الأمور يعني ما قدرنا نلحق على الحالات هذه، ممكن في أنا عندي إجازة في أوغست القادم شهر الصيف، ممكن ألصق مع الأستاذ محمد مطر إني أجي مثلاً أسبوعين أز لوكم ونخلص البقية كلها. نبدأ من الآن. تعرف الفكرة أحسن ليش؟ أنا شوف البوستور. أي نعم. نبدأ من الآن نخلص لقينا في تراكم للحالات. شهر صعب والله الشهرين، لكن اسبوعين ممكن احنا نخلص، اذا قلنا نتكلم على خمس ايام عمليات 10 ايام عمليات نخلص فيها شيء طيب. والله مشان التعاون مفتوح باذن الله. باقي لنا حاجه واحده، انا بشوف العيادات بس دكتور تفضل، لانه تعرف هم بعد العمليات راح يشوفوا في العياده. ابراهيم نرتدي حياك الله. اي نعم الله يحييك. انت كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. عمل جوله عندكم؟ اي زين ممتاز ممتاز حياك الله. ان شاء الله يكون موضوع ممتاز. احمد باشم ما عشان برضه ما خايف من كل شيء، انا ولا اتكلم يا ما تشوف. لا مره الامور مطمئنه جدا، يعني ان شاء الله الستاندرد في مستوى الرعايه الطبيه اللي يقدم للاطفال مشابه جدا للتخصص، ما راح يكون فرق. الحمد لله. انا جلست مع الدكتور احمد، جلسنا شفنا الادوات الجراحيه كلها، شفنا التجهيزات غرفه العمليات نفسها، جهاز الاشعه الموجود داخل العمليات، جلسنا مع الدكتور محمود من التخدير، الوضع مطمئن جدا، انا مرتاح نفسيا. الحمد لله. نعم الحمد لله. احنا ان شاء الله الخطه الاوليه استاذ محمد انه اول زياره جراحيه تجريبيه راح تستوعب حوالي اربع اطفال، يومين جراحيه حالتين عشان زي ما تقول نضع اللمسات الاخيره على البرنامج. ممتاز. نعم، لان تعرف ما تتغير النواقص الا بالعمل الحقيقي. صحيح. نعم، لكن الوضع امن الى حد كبير. هذا اهم شيء. جهودكم مشكوره يا سلام. الحمد لله، ان شاء الله ان الامور تكون مطمنه. دكتور احمد من خيره الاطباء عندنا، يعني هو رئيس قسم العظام. عمليات نوعيه قاعده تجرى في المنطقه، يعني مشرف العظام في المنطقه عشان مشرف العظام في المنطقه دعم الاداره. والله شوف يا سلام، انا قلت للدكتور احمد القضيه ما هي قضيه مكان ولا هي قضيه اجهزه، القضيه قضيه مسؤوليه وتحمل المسؤوليه. يعني انا كجراح مختص ابدي بسوي العمليات واقول سلام عليكم. صحيح.
من اللي راح يتحمل المسؤولية؟ المستشفى والطبيب المعالج. صحيح. فإذا الناس شعرت مسؤوليتها تجاه أبناء المنطقة البرنامج راح ينجح قطعا. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو الشعور. نعم. الله يسهل الأمر إن شاء الله. تم خلصنا الجولة العيادات. طيب. هذه آخر محطة. طيب. الله يجزاك. تمشي إجازة على المشكلة. You see, we are now just to be in the picture. We are actually, me and Dr. Ahmed trying to implement a health outreach program. I am from Riyadh. I will come to visit Arar Hospital every now and then to do surgeries for small kids, apply spike of cast for them. And they will come after the surgical visit to your clinic to take out this cast, this big cast, and apply a smaller one, something called the broomstick cast. You know it? No, she doesn't. All right, it's kind of above knee cast. The foot is not included. Yeah. The knee is 90 degrees, and the legs are getting there apart, abducted maybe 30, 40 degrees. And there will be a small stick casted with the cast. It prevents the child from abducting his legs. Same like the spike. Same like the spike up, but without limbs. Uh-huh. Only lower limbs. Uh-huh. It's like the spike up, but without only lower limbs. Uh-huh. And you will see what's the doctor. I think the other option, Dr. Ahmed, during the surgery, we can apply as you are doing. We put the spike. We apply a broomstick between two legs. Mm-hmm. When the child comes to you, you remove only the upper part. ممكن. We leave this. We leave the upper part. غير بعطيك بمس. صحيح صحيح. قلت في شهر مصفي تجي يحكوا ويكون وسخ. صحيح. فضل غيره نظفه ونحط واحد. حي في كل روح الإنسانية. لا والله يعني. This is the best care. This is the best care. So probably in the same visit or the first visit I will come, I will bring with me a cast technician from my place. He will sit with you, show you some videos, pictures for the new cast, how to apply it. كم يوم في الأسبوع؟ كل يوم؟ كل يوم. ممتاز. إحنا نقدر نفرقهم عن بعض في الفيزيتس. يعني هذول التسعة اللي سويناهم إحنا في يومين أو ثلاث أيام جراحية. ما دول نجيبه في. ما نجيبه في يوم واحد. اليوم زايد يوم ناقص ما يمشي. أي نعم صحيح. أي ممتاز. هذه مثلاً لوجستيك. أي مهم أورناين أخرى. بالضبط. يعني مثلاً فهذا ممكن نعمل جبس. بعدين تاني هو نجيب عيادة. طيب بعدين أمر إلى مين في ترشح من الزملاء الأطباء أو الإداريين يمسك لك الأمور الإدارية هذه إنه من يكلم المرضى عايد توقع عايد ممكن يعمل عايد نعم I think it's the best ما عنده حاجة لهذه يعني والله شيء سيستم لأنه لازم يتواصل معهم يكلمهم يقول لهم يجي أي واحدة منهم يجي شوف الدفتر تاعك الويتنج ليست على المرضى حوالي 30 حالة حتى فيهم بلش يروح الأردن يروح يطفش اي نعم مرضى فترة طويلة سيستم والله اعطينا دفتر حق الخلع اللي اخذنا على عميل الناس احنا عاطين دفتر السجل الخاص نعم الباسل معنا في عيادة حياك الله الكوادر ممتازة والمتعاونة جدا عشان الدكتور هذه مصطفى غيرها؟ 35 ليرة ولا؟ نعم. طبعا الجوال مشان نحكي معاه. لا تشخيص ولا شيء هذا طبعا كله فوق السنة ونص. مع علاج تحفظ هذه على الجراح. طيب بعد اي حضرتك. اذا ما دام انه انتم يا دكتور احمد صديقي حاج تفضل. ما دام انه عنده دكتور احمد الاشعة ما زالت عندكم افلام. الافلام مع المرضى المريض. اي ما دام اقول لك النظام ما زالت افلام ما هي في الكمبيوتر الان. فممكن عايد يكلم المرضى كلهم. يستدعي اشعاعاتهم طبعا اكيد جميع اشعاعات وبعدين نبدا العياده عن بعد ونشوف الحالات نراجعها مع بعض كلها احنا بدينا البروجرام هذا يا اخوان حق الديفلوبمنتال هيب ديسبليزيا يمكن قبل سنتين تقريبا كانت في محاوله للبدايه في البرنامج هذا زرنا فيها مركز طبي وكان في اشكاليه في التجهيزات وفي العنايه بالاطفال فنام البرنامج هذا فتره معينه وبعدين فضل الله سبحانه بمجهود الأستاذ أسعد يعني أخرج الأوراق وراجعنا بعض الأمور في البرنامج فبدأنا نستهدف مناطق أخرى في المملكة وحصل الحمد لله رد الفعل الإيجابي ف why did it in particular يعني among other pediatric orthopedic problems we'll talk about that what are the DDH standards of care now Please, yeah,
there are two packages, diagnostic, therapeutic, follow-up package, diagnostic, referral, follow-up package. حياكم الله. اقبال عندنا هنا هناك في الجناح يا ابو عبد العزيز الامور مضمنه جدا في المستشفى زي ما قلت لك. المستشفى يستطيع يستوعب البرنامج الجراحي ان شاء الله بكل امان وكل جوده يعني طبيه عاليه ان شاء الله تقدم للمرضى. الاجنحه ممتازه، العمليات ممتازه لحد كبير. انا تفاجات صراحه الاجهزه توفرها ممتاز جدا في غرفه العمليات. التخدير احنا على خط واحد انه وياه الى حد كبير يعني ممتاز الحمد لله. الاشكال بس انا واجهته في العياده والله يا اخوي العزيز، الاشكال البرنامج هذا اذا بدا احنا نتكلم على يعني تقريبا كل زياره جراحيه اقل عدد ممكن يكون فيه خلينا نقول 4 إلى 5 حالات، واكبر عدد ممكن يوصل 9 حالات في كل زياره. هذول الاطفال راح يرجعون للعياده بجبس كبير يحتاج التغيير الى جبس برضه ما هو بسهوله وضع على الاطفال. وفي العياده ما فيه الا ممرضه هنديه واحده عندها خبره في الجبس وغرفه واحده لتغيير الجبس، فالامر بيكون صعب جدا تشغيل برنامج بكفاءه عاليه. اللي اقترحه انا يا عبد العزيز اللي يعمل له في 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 اشكاليات مثل هذه انه لابد يفرغ احد من التمريض في العيادات كي يكون مساعد اخر للممرضه هذه. وانا يعني في الزياره الاولى راح اجيب معايا كارت التكنيشن هذا وراح يجلس معاها هي ممتاز ويعطيها كل زي ما تقول التعليمات والصور ومقاطع الفيديو كيف يتغير الجبس من الجبس الكبير للجبس الصغير. احنا راح ندرب اكثر من واحده في المكان هذا. عندنا سعوديات ولله الحمد بكفاءه عاليه صحيح وكلهم بكالوريوس وتمريض جدا ممتاز، ولا راح يكون اعتمادنا على شخص واحد. نجهز في المكان اكثر من شخص ويتدربوا للشغله هذه. في النقطه الثانيه اللي هي بعض القطع في العمليات الانسترومنتس الموجود في ما شاء الله يعني تقدر تقول اكثر من 90% موجوده. في اشياء بسيطه باقيه تحتاج تتوفر، فبالتالي افضل ما ان احنا ننقل اجهزه من التخصصي ونشيلها ونحطها في المطار وكذا. ولا اشياء بسيطه جدا، ادوات بسيطه جدا موجوده بالتبويب. لا بكره الدكتور ثامر بيعطينا الكود تبعهم نجيب اشياء مباشره يعني على مباعد على المقاصد. اقصد انها ممكن تكون متوفره بالتموين الطبي، نشوف اذا لانه عندنا بالتموين الطبي ادوات عظام بالهبل. صحيح. الوزاره بمراقصه العظام ما تركت شيء. صحيح. كل شيء وفرته. وكانت لنا القطع الناقصه الدكتور ثامر لما يجي يعمل عمليه جراحيه حيقول لنا شو القطع الناقصه. نعم بالضبط. ما متوفر اللي متوفر بالتموين حنجيبه من التموين، اللي ما هو متوفر حنشتريه. ممتاز جدا لان هذا يسهل كثير والله. ما عندي مشكله 98% موجوده عندنا. اي اكيد اكيد ما بقى الا قطعتين ورخيصه زهيده، ما هي اشياء بسيطه بسيطه ابو العزيز شرط بسيط، لكن هي بحكم انها ما تستخدم ولا ادوات متخلص على بس يعني اسعار عندك؟ والله ما عندي فكره على الاسعار، لكنها هي من اللي يامن هنا؟ اي شركه؟ بجيب اسماء شركات انا ان شاء الله لما ارفع الموفق. المهم انه دائما الامر بسيط واسعاره ممكن متناول اليد. هاتوا لي عرض سعر وانا اعمل. الله يجزاك باذن الله. هاتوا عرض احرجوا لك ان شاء الله. هاتوا لي عرض سعر دكتور. نعم. وحنا نعمله من عندنا من ميزانيتنا. ممتاز جدا. بارك الله فيك. احنا اهم شيء ان البرنامج يشتغل باذن الله، الناس تستفيد باذن الله. المرضى الان احنا عندنا محضرين يمكن 24 مريض صحيح على اساس ان الدكتور يشوفه باذن الله. باذن الله الخطوه الان التاليه الحين الحمد لله يا عبد العزيز في الاجتماع المبارك هذا المثلي للصدر ما شاء الله تبارك الله. انا كلمت الدكتور احمد وقلت له ان شاء الله نرجع للرياض ونحاول نرتب انا وياك مع برضه الاستاذ عايد الحزيز المنسق حق الخدمات الصحيه انه يتصل على المرضى كلهم في قامه الانتظار ويجيبون اشعاعاتهم كلهم تسلم للدكتور احمد وبعدين نسوي عيادتين عن بعد مثلا مرتين بالاسبوع. نجلس انا والدكتور احمد كل الحالات نحط التشخيص حقها النهائي والخطه العلاجيه ثم نبدا في جدولتهم الجراحيه من ابريل تقريبا من نهايه الشهر القادم ان شاء الله. راح تبدا الزياره باذن الله. نهايه ابريل ان شاء الله باذن الله. احنا الان عندنا يمكن 24 حاله موجوده جاهزه. اي جاهزه، هذه ارقام الاتصالات الموجوده. ارقام الاتصالات الموجوده. عبد الرحمن المنسق الاداري حق ممتاز. ممتاز. عبد الرحمن حتحكي انا لما اقول لك حتجيب لي المرضى كلها مع اشعاعاتهم وعياده عمود مع الدكتور
وحتحدد جدول عمل خلاص حتحدد مواعيد اقصد انه وانا صاروا يجون كل اسبوع يسالوننا متى ممتاز اذا عبد الرحمن انا اتوقع ما نبغى نجيب المظهر زي ما تقول ينتظرون على نار ونعرف شعور الاب والام اذا الطفل يعرج قدامهم صحيح قلوبهم تحت فلا نجيبهم بس بتصير العياده تصير العياده طويله 24 مريض يبغى له شيء اربع عيادات لكن نجيب اشعاعات نقول لهم جيبوا الاشعاعات ترى بتحط الدكتور تحطون على قائمه انتظار العمليات خلاص البرنامج الان فعل وبتبدا العمليات من الشهر القادم اذا جمعنا الاشعاعات تنسقت انا مع الدكتور احمد يومين في الاسبوع ان شاء الله احتمال الاسبوع القادم واللي بعده بالكثير نجلس انا وياهم نراجعهم وعندي انا التيبلز نعبي الداتا حقت المرضى كلهم والتشخيص النهائي وشده الخلع الموجود عندهم والقرار الجراحي والتاريخ المقترح للدكتور اكيد اكيد احنا لما نحدد التاريخ الجراحي للدكتور احمد قبلها مثلا باسبوع ينعرضون على التخدير تنعمل تحاليل الدم اللازمه لهم وتجهز لهم وحده الدم المطلوبه بحيث انهم ما يتنومون وانت حيكون الحالات اللي تعملها كم حاله في الزياره الاولى بتكون تجريبيه يا ابو عبد العزيز ما راح نضغطها كثير عشان حافظ حتى دكتور التخدير دكتور محمود قال خلينا ناخذها شوي عشان نتاكد من الجوده وكذا بتكون اربع حالات اول زياره يومين ممتاز احنا نقول اربع حالات احنا نجهز خمس حالات حاله واحده احتياط كلام سليم كلام يعني ممكن تتكنسل حاله صحيح كذا يكون جاهز لا. بس ما نعطيها الاوكي انه لا تعمل له عمليه حتكون على قائمه الانتظار اذا صار كنسل العمليه واحده من هذول حيدخل هو مكان الا فنجهز الحالات هذه حسب شده الحاله راتب واحد لا 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 شهاده شهاده مش واحد سواء عيال تكون بلفيك استيوتومي وفي كي وايرز بتصير شغله حتنفعنا في قائمه العمليات المجدوله في المؤشر حق العمليات المجدوله 500 ما عندنا اشكاليه قاعدين نصرف على اشياء احيانا تكون برامج هي مهمه بس لازم نحدد الاولويات الاولويات في شيء مهم وفي اهم وفي 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 فمحتاجين ان تربط قاعه التعليم مع التخصصي نستفيد من ساعات التعليم المستمرة الموجودة تطرح في التخصصي نستفيد من المحاضرات الموجودة نربط العناية المركزة بشكل نهائي بالتخصصي حتى المونيتور الموجود أنا أودي أنه يرتبط بالعناية الطبيب اللي هناك يقرأ التخطيط يقرأ المونيتور المريض يعني وش اللي محتاجينه اللي ما يقدر يأمن التخصصي ولا ما هو قادر انه يأمنه يا اخي انا أمنه المستشفي هذا لي مو التخصصي فانا طيب الموضوع الاخير بالنسبه لي احتجت دكتور تدريب لاحد عندنا في الجبس والتمريض يعني اذا احتاج مده اطول او شيء زي كذا والله انا يعني هو في لها طريقتين يا ابو عزيز يا من الشخص المؤهل اللي عندنا يجي عندكم مثلا اسبوع يدربهم او انكم ترسلوه وانا افضل انكم ترسلوه لانه يعني نشاط العياده في التخصصي نشاط كبير جدا يعني عدد الحالات اللي تستدعي جبس من انواع مختلفه نشاط كبير فمجرد انه يجي اذا شخص بالفعل راغب يتعلم اتوقع يجي خمس ايام مع هذا الشخص اتاشمنت ما عندنا اشكاليه سواء يجي الشخص اذا جاء الشخص احنا نأمن له تذاكره وسكنه عندنا نعم. واذا ارسلنا واحد احنا نأمن برضه مصاريفه سواء سكن ولا طيب تذاكر نأمن له يروح هناك يسكن وتذاكره علينا ويتدرب ويرجع لنا يكون ممتاز ان شاء الله احنا راح نعمل دعاية إعلانية للموضوع ده حننشر في المواقع الإلكترونية الصحف المحلية الموجودة حننشر في المجتمع نعمل لوحة برضو بالعيادات عن البرنامج وش أهداف البرنامج والطبيب الزائر اللي حيعملها وتكون قدام الجمهور برضو يعني نسوي تثقيف تثقيف للجميع إن شاء الله احنا مرحبين دكتور وأي ملاحظات ولا أي شيء احنا جاهزين بها والله هذا عشان من الكبير فيك يا بابا بابك مفتوح وان شاء الله احنا ما راح ندخل باي شيء ان شاء الله نشوفه ان شاء الله ويعني زي ما قلت لك اولا واخيرا ما دام ان احنا على صفحه واحده الامور ان شاء الله سهلت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شرفنا بشوفتك حسن معك يا الله العزيز وان شاء الله اللقاء قادم ان شاء الله ان شاء الله الزياره الجرافيه تكون قريبه ان شاء الله الحمد لله اعطانا محاضره اطباء محاضره احنا ننتظركم على الساعه 9 نعم فقالوا
الجماعة مشغولين قلنا الله يسعدك محمد سيد لهذا الهدف الله يسعدك الله يسعدك احنا قلبنا المنظور الحمد لله قلنا نجي عند الكبار وناخذ اللي نبغاه هذا هو الان لا رحنا للصغار لقيناهم سبحان الله اعطوه اللي نبغاه هو اهم شيء اخذته الاسبوع ايوه لا الحمد لله الحمد لله احنا عملنا تكاملي ما الحمد لله احنا متكاملين مع المستشفى المستشفى هم مسكين مع الاتفاقيه مع المديريه ان المستشفى اللي ماشيه مشغل معاكم شغل حلو والله شوف انا يا استاذ سعود هذا البرنامج او البرامج الجراحيه المشتركه يعني نقطة ارتكازها الأساسية اللي هي تحمل مسؤولية المريض يعني الطبيب المختص والاستشاري اللي زي ما تقول يقدم خبرته ومساعدته هو يقدمها ويروح وفي الأخير مسؤولية المريض تقع على عاتق المستشفى على عاتق الشؤون الصحية وعلى عاتق الاستشاري في الأخير اللي قبل الحالة عنده وأنه تتنوم عنده وأنه يتابعها في العيادة فإحنا يعني مشاريع مثل هذه ما تنجح في كل مكان لأن بعضهم يقول لك يا أخي أنا حولت المريض وخلاص بركة مني أنا مجرد أني أقمت بذلك وبعضهم لا يعني يظل عنده هاجس المريض يتألم إذا تأخر قبول المريض يتابع المريض حتى إذا سوى العملية في الرياض فالنوعية هذه من البشر اللي عندها حس عالي من المسؤولية سهل جدا العمل معها في مشاريع مثل هذه يعني وأنتم يعني هنا ما شاء الله كلكم على قلب واحد بالشعور هذا تتألمون لتأخر تحويلات المرضى تتألمون على تأخر العلاج سألون عنهم الناس كلهم يعرفون ذلك والدكتور أحمد الله يجزاه خير يعني فتح الباب على مصراعيه التعاون يعني هو جاهز لاستقبال المرضى جاهز لإجراء الفحوصات لهم حتى جاهز لتفريغ بعض الأطباء أنهم يتعلمون هذه الجراحة بحيث أنه في المستقبل يكون مستشفى عرعر المركزي وجهة يعني علاج لهذه المشكلة هذا شيء طيب نسمع منه الحمد لله وما ننسى اللي هو الأستاذ محمد ما في شك ما في شك انا هذا اللي كنت باكمله يعني احنا لما بدينا جولتنا بدينا عند الاستاذ محمد الاستاذ محمد يعني قدم لنا كل ما ابو عبد العزيز وقال لنا اي شيء تحتاجونه انتم اذا كان يعني يكفل نجاح مشروع مثل هذا احنا مستعدين فاحنا بدينا مشوارنا في الاجنحه تستطيع تستوعب بناء تقييم الدكتور احمد 7 مرضى يمكن في دفعه واحده فاحنا ممكن الزيارات تخطط انها 7 او حتى 9 حالات بعد الاحيان يعني بيصيرون الحالات الاوائل اللي خرجت فاحنا ممكن نجدول الزيارات الجراحيه حتى الى 9 حالات فالوضع الاجنحه مطمئن جدا من ناحيه الجوده الصحيه اللي فيها المكان المناسب وبعدين زرنا العمليات وتفاجات صراحه انا ما كنت متصور العمليات تكون بالسعه هذه بالاجهزه هذه بالمعدات الطبيه هذه اللي تكفل اعلى مستوى من اجراء العمليات الاطفال هذول الحمد لله تكلمنا مع اطباء التخدير عندهم مثل ما هو الحس المسؤوليه اللي عند الدكتور احمد عندهم كذلك حس مسؤوليه عالي انهم متكفلين بتخدير المرضى وحتى بتزويدهم بالمسكنات اللازمه بعد العمليه وانهينا جولتنا في العيادات والعيادات كذلك تحويه يعني امكانيات ان شاء الله واعده بتقديم عناية ما بعد العملية المطلوبة يعني فالأمور كلها يعني ممتازة وفي الأخير طبعا رجعنا لأبو عبد العزيز وجلسنا معاه وعطيناه بعض الأشياء اللي نتمنى وجودها وجدنا أبو عبد العزيز وجدنا في البداية تعاون كامل وهم لل 24 مريض 30 مريض هذول اللي قاعدين يتمون قبول في أي مكان يعني فما دمنا احنا شايلين هم وانتم شايلين هم الحمد لله هم بيزين خفيف يعني من حل نعم احنا بعد نضم صوتنا الله يبارك فيك ابو عبد العزيز مدير مستشفى عرعر انه احنا مستعدين نقدم اي شيء تبونه بما يخلو الله يجزاكم جميع التسهيلات اعتبروها مذلله كل الصعوبات دكتور احمد عندنا في عنده الخبره وعنده الكفاءه وعنده القدره ان شاء الله نعم الله يجزاكم بخير هو بس جزئيه بسيطه يمكن نحتاج لكم فيها استاذ سعود يعني تخطيط وزارة الصحة الجديد هذا في فصل المستشفيات الكبيرة عن العناية بالأطفال والنساء نساء ولادة والأطفال بحيث أنه تنفصل الأقسام هذا يعني في احتمال بعيد جدا أنه يسبب إشكال الأطفال هذول تعرف هي عمليات عظام عمليات العظام ما تتسوى في مستشفيات الأطفال والنساء والولادة معظم المستشفيات اللي في وزارة الصحة تابعة وزارة الصحة اللي اتبعت هذا المسار
ظل العظام جالس في مستشفيات الكبار، اجهزته وممرضاته واستشاريين. لكن اطباء الاطفال، العنايه المركزه حق الاطفال كلها في مستشفى الاطفال. فاحنا يعني التنسيق ما بين اذا بدا البرنامج ان شاء الله موجودين حاجتنا لاطباء الاطفال ما هي كبيره جدا، لكن عشان زي ما تقول نحيط المريض بكل عنايه طبيه محتمله لها الحاجه، اختار مستشفى النساء او الاولاد او الاطفال في المنطقه، انه في بعض الاحيان قد نحتاج، قد مثلا استشاري العظام الدكتور احمد يحتاج مساعدتهم مثلا لفحص الاطفال فيما بعد العمليه، تعرف تخدير قد يحصل بعض الاحيان التهابات صدريه للاطفال. صحيح. فاذا تم اختارهم انه هذا المشروع راح يبتدئ وانه راح يستقبل حالات اطفال وراح تجراهم عمليات ما بين متوسطه وكبيره، وانه نحتاج تعاونهم في خصوص لو الدكتور احمد احتاج استشارتهم او وصفهم او خلينا نقول استشاراتهم الطبيه وعلاجهم للاطفال، انهم يكونوا على نفس النسق معنا ان شاء الله. احنا ممكن نوفر طبيب اطفال فيها كل في يوم العمليات وبعد يوم العمليات اذا كان هناك الى حد كبير ان شاء الله. اذا كان بالنسبه للزيارات فالاستدعاءات مغطاه يعني. جميل جدا. طبعا يحتاج الى وقت مقرر قصوى. بالضبط. اذا كانت احنا ما نعرف ايش طريقه العمليه او ايش المشاكل اللي بعدها. نعم. والله انا بقول انا اخصائي اداره مستشفيات. الله يحييك. اتكلم في تخصصي. نعم. انه عندنا القدره ان نحرك الطبيب في كل في اي مكان اذا كنت تبغاه نفس اليوم نسوي له الجدول انه يجي. جميل. نفس اليوم. جميل. يغطي ابدا هو از كول، هو ما عنده مشكله يجي في اي وقت. ممتاز جدا. ممتاز جدا. لانه انا من واقع تجربه انا يمكن لي اكثر من حوالي يعني اقل تقدير يمكن حوالي 6 أو 7 سنوات احنا نسوي العمليات هذه للاطفال في الاولاديه، ما في مره تنوم طفل في العنايه المركزيه الحمد لله. يمكن خليني اقول اقل من 2% من الحالات احتاج الى طبيب اطفال يمر عليهم يعطيهم دواء كحه فقط. فانت فرضا في اسوء الحالات احتجنا مثلا عنايه مركزه. نعم. فين احنا هنا الطفل يحتاج نقل. حط احتمال قائم. نعم. أو يحتاج نقل للعنايه المركزه للمستشفى. ليش ما يكون في نفس اذا 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 طبيب العنايه المركزه حق الكبار عنده الاستعداد الطبي. نعم. للرعايه فاذا لازم ينقل للعنايه المركزه. نعم. عشان ما نوقع في صحيح. نعم. الواقع وبعدين ندور ونفتش. اي نعم. هي الفكره من الاجتماعات واللقاءات انه وضع سيناريوهات مختلفه. ايوه. نعم. يمكن يكون المشكله في البشر ما تقدر تجرب عليه ما في شك. الاي سي يو لازم يكون ما يستقبل الاطفال. نعم. وما عندهم المقدره للتعامل مع الطفل. نعم. العمليات ممكن تتعمل في مستشفى ال ما تعمل لحظه في المركز. في غرف عمليات. لا ما نشغل غرف عمليات مجهزه منها. عايزين مثلا السي ار وعايزين معدات. موجود السي ار. لا ما موجود كل شيء. ما في. بالنسبه للاجهزه ما عندنا مشكله بالاجهزه. وين هذا في النساء والاطفال؟ في النساء ما افضل والله ذلك. احنا بس نعرف وين المفروض تكون. انا افضلها هي. انا شفت المكان هذا المدير الطبي الدكتوره انجي كانت تبغى تحضر معنا. نعم. فقلنا اصلا للعظام وما كانت مستدعاه من فقالت انا في عارفه انكم جايين. حطينا دعوه. هي عارفه بس ما هي قلنا مو ضروري وجودك. نعم. لكن اوكي اذا كان في اي سيناريو ممكن يصير ممكن يكون في خطوره على صحه المريض اللي تبونه بس نتمنى يكون سياسات مكتوبه علشان ما ندخل مستشفى عرعر المركز يعني طمني صراحه يا استاذ سعود انه جراحه الاطفال ما زالت فعاله فيه وجراحه الاطفال في الغالب تعمل عمليات اكثر خطوره من حقيقه الجراحه. صح. لانه تعرف يسوي على الجهاز الهضمي، يسوي على الجهاز التنفسي، اعمار الاطفال في الغالب اصغر بالايام على شهر بالايام. احنا عملياتنا سنه ونص الى سنتين. نسبه النزيف فيها ما هي كبيره، الالام فيها ما هي كبيره، ما لها علاقه بالجهاز الهضمي يعني الطفل اي نعم الطفل نعم الطفل ما عنده نسبه الله يعزك يعني نسبه السحراق عاليه وكذا. صح. فانا اقول لك من واقع الخبره هذه كلها ما تنوم اي طفل عندنا في العالم لكن يعني ما عندنا مشكله نكتبها ونخليها جاهزه كسياسه معلومه للجميع باذن الله. اذا صار في يعني هو يعني في حاله كيف يصير التسلسل؟ انه نقول انه هذول اطفال وراح يكونون يعني راح تجرى لهم عمليات ما بين متوسطه او كبيره الى حد ما. قد نحتاج الى
في حالات نادرة إلى استشارة طبية للمختص به. بالنسبة للنقل اللي يحدد أن المريض هذا يحتاج عناية مركزة في الأطفال، أنتم ولا الطبيب الأطفال؟ طبيب الأطفال. إذا طبيب الأطفال هو لما يحدد يقول والله أحسن بصمت. أي نعم بالضبط. أسهل لا أبداً نعم يعني أسهل الرعاية. نعم ما في شيء. يعني بدل ما يجي عشان يجي يشوفه كل مرة ويشيك عليه يكون المريض حالته متأزمة. ياخذ معاه احسن. يعني احنا انا اقول لك ان شاء الله باذن الله في النهايه احنا ما عندنا مشكله بعيد كذا ولا كذا، اهم شيء اهم شيء الصالح العام باذن الله. الله يكتب لكم. انا اشوف انه الدكتور مرتضى قاعد يكتب شيء، فاحنا نبغى نضيف عليها بعض الاشياء اللي قلناها في المكتب هناك عند الاستاذ محمد تكون من ضمن المكتوب هنا فتطلع انها موجوده فيها مع بعض. يكون بروتوكول عن طريق المستشفى. لا قصدي نفس مثلا احنا قلنا مثلا توفير بعض الاجهزه اللي هي تحتاجها العمليات، التدريب لبعض الكادر الطبي الموجود اللي هناك. طيب بالاضافه الى اشياء بسيطه جدا. اذا شخصيه نحن نعطيكم الكواد حقتها. لا مو الأجهزة، نستخدم من سرية جراحية، أدوات جراحية. في بعض الأدوات. أدوات جراحية. يعني لوازم طبية بسيطة. أيوة. جدا بسيطة. لا لا اللي أدوات. لا 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 يرعب يرعب. شغله. طيب. لا. دكتور ثاني ما شاء الله شيء عكس شيء. تقريبا 90% موجود. صحيح. يعني شباب بسيط. لما انا من عند السعوديه على المركز اللي عندنا طيب ممكن تطلب موجود الدكتورات ممكن تشرح مباشر. نعم الدكتور سامي يعطينا رقم الكود حق الادوات. انا بشيك يمكن يكون موجود لانه يعني الادوات سامي ما شاء الله صار يعني يخلص العمل بدونها توفر افضل. نعم ما تعطل العمل. يعني دكتور انت راح ترجع تجينا هنا مجهز لك الحالات وتجي هنا تسوي العمليه. السلام عليكم. السلام في البدايه انا سعودي انا يعني اليوم استعرضنا الادوات الموجوده النقص بسيط جدا. انا راح اجيب النقص معي في البدايه وعشان يستوعب الحالات، وحتى راح اجيب يعني قطعتين من كل اداه محتاجه بحيث انه نشتغل الحاله هذه وبعدين نرسل الادوات حقتها للتعقيم ثم نشتغل بالقطعه الثانيه. الحاله الثالثه نسكر القطعه الاولى جاهزه للحاله الاخيره عشان ما نتعطل ابدا ويكون في استغلال امثل للوقت الجراحي. طبعا اذا احنا استغنينا بالكامل عن ان نجيب الاجهزه معانا وتوفر الشيء بالكامل الامر يكون اسهل طبعا بكثير ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. يهمني الان زي ما يكتب هنا انه يكون وفر علينا جهد الوقت اللي نحتاجه انه يكون من ضمنها التدريب، منها بعض المنظمات الموجوده فيها تكون من ضمن هذه الاشياء الموجوده عندك الان. التدريب بعد اذنك تقصد محلي عندنا ولا محلي هو عندنا هنا؟ احنا شفت هالسهوله في حتى العالم ايوه مثل ما يحتاج مبدا من الاسباب ايوه هذه الحمد لله مدير العام في المدير العام اي شيء يخدم بس احنا نشوفهم كيف اعمال تطوير بيئه عمل الحمد لله البدايه بدينا فيها في المشاريع هذه يعني يمكن بدينا نسبق حتى الحمد لله الله يبارك فيك والله يبارك فيك الحمد لله. طبعا الفتره الحاليه عندنا من بدايه الدكتور ربيع بدينا العمل على المؤشرات الاداء اللي ما كانت معمول فيها في وزاره الصحه صار العمل الايام سريعه وسريعه يلا 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 بشغل شغل شغل. فنتمنى انه يكون هذا راح يكون جزء كبير من اهتمامنا في البرنامج ان شاء الله. على مؤشرات الاداء انه كلمناهم على يكونوا معنا الدكتور الاستاذ شكيب انا اعرفه مدير الجوده عندكم انه يكون مشارك معنا في البرنامج. انا مكلمه بالمناسبه منتظر. ايوه انا ابغى انه يكون جزء من برنامجنا انه ايضا يحدد مثلا نحتاجه انه مدى رضا المرضى، مدى رضاكم انتم، كيف مسار المشروع الموجود اللي هنا. هذا راح يكون على احنا بعد سنه او سنتين ممكن سوينا ممكن 100 حاله او اكثر ما تدري. فبنشوف ايش الحالات اللي عرفت يكون فيها مؤشرات اداء وتنفعنا جميعا ان شاء الله. احنا نحتاج هالشيء، نحتاج شراكه الاعلام الصحي هنا. نعم. نشر الجهود هذا مطلب. نعم. من الظلم انك تعمل وما حد يدري. صحيح صحيح. ونشر الجهود هذه بيخلي المرضى يعرفون والله احنا شغالين هنا ويجون. صحيح صحيح. بيسوي لود عليك لكن ما في اشكال. انا والله شوف يا استاذ سعود انا البرنامج هذا زي ما تقول هي الخطوه الاولى فيه.
وعرعر الان بديت ولا معانا؟ لا فيه الرس، بدينا مع الرس هناك كانت خطوه جراحيه تقريبا، وراح ان شاء الله للجوف ونشوف الامكانيات في الجوف. طيب ممكن في ممكن مرض برنامج، لكن هذه خطوه اولى. انا الان كذلك راس اي هم مجتمعين مجلس جراحه عظام الاطفال في المملكه. لما يصير عندي تصور بالضبط عن حاله المناطق في المملكه راح اقدم المشروع لجراحي عظام الاطفال في الرياض واقول لهم هذا هو الوضع بالضبط، وهذه الامكانيات اللي انا واجهتها، وهذه التسهيلات اللي واجهتها، من منكم يبغى يساهم في المشروع؟ فاذا انتسب لهذا المشروع سواء من داخل التخصصي او خارج التخصصي، اهم شيء انهم جراحين لهم كفاءه عاليه يستطيعون العمل وفق امكانيات مختلفه، لانه يعني تعرف بعض الجراحين كما ما بيسوي عمليات في مكان، يعني عندهم استعداد للعمل في اي مكان باذن الله راح تكون الامور اسهل كثير، بحيث انه بدل ما انا مثلا إذا إحنا مثلاً انتسب خلينا نقول أربع جراحين عظام أطفال، أنت تتكلم على مثلاً منطقة القصيم، منطقة عرعر، منطقة الجوف، منطقة حائل، تتكلم على زيارة شهرية لكل منطقة مغطاة مستشارين هذول. حتى لما زي ما تقول يصير الإشراف من لدن كم شخص، الجوده ترتفع بشكل كبير، الانتاجيه نعم ما في شيء فعلا. احنا بس شفنا من الويقين يمكن حوالي 60 حاله، هذول يراجعون برا، هذه فيها عدد بسيط من السكان برا في الاردن، يعني لا يراجعون المدينه بالرياض نعم. في الشرقيه لانه صعب اصبح القبول في الرياض. صحيح يمكن اسره ما عاد في اسره. والله انا وصل لي واحد من ابناء العقيله بنتها المشكله، والله يعني واحد كلمني يمكن مرتين في الاسبوع، وانا ما الومهم لانه انت كاب او ام لطفل يعرج قدامك في البيت، هذا شعور مؤلم جدا، شعور مؤلم جدا. الثانيه تتساءل نعم شكرا. فنقول ان شاء الله انها تكون خطوات تليها خطوات ان شاء الله يا استاذ سعود وجودكم. واعيد واكرر يعني حس المسؤوليه بالمريض، انه المنطقة والمستشفى اللي في المنطقة مسؤول عن صحة المريض. هذا العنصر الموجود عندكم الحمد لله هو المحرك الأساسي لارتفاع ضغط الصحة في المنطقة. يعني فيها أماكن كثيرة ومراكز كثيرة، أقول دائما دكتور أحمد تنتهي رسالتهم مجرد بإصدار تقرير من تم تحويله وانتهى، ما يعرفون نهائيا. يعني تعرف دكتور أحمد احنا بعض الأحيان نحط لهم شرائح معدنية للمريض، جزء من العلاج يخلص العلاج. طبعا احنا عندنا قائمه انتظار طويله، فاقول له ممكن تشيل شريحه الحديد في مستشفاك القريب جدا منك، وعمليه سهله وبسيطه والاجهزه متوفره. الطبيب اللي هناك يرفض، خلاص التخصصي لمس المريض، انا ما لي علاقه فيه. مع السلامه. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله، حياك الله دكتور حسينان. مرحبا، حياك الله، حياك الله، حياك الله. مرحبا بك، كرسي يتحرك. اخوي اسعد خير، شو اخبارك؟ السلام عليكم. طيب دكتور، السلام عليكم. السلام عليكم اخوي سعود، كيف حالكم؟ بخير. هذا مكانك ان شاء الله. مكانك. شكرا لك. احنا راح نحاول. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. سلام جميعا، زورونا كل سنه ان شاء الله. مرحبا بك، ونتمنى برامج اخرى بعد. والله في عندنا برامج كثيره من زي انتهيت. انتهيت ولا باقي؟ انتهيت خلاص.